نيجي لكرة القدم. تعالى يا كابتن الكبير عمرو زكي، اتفضل. اتفضل يا عمرو. اللي لسه احنا نرد دلوقتي والله. بلدوزة. فين يوسف عمرو زكي؟ يوسف فين؟ فين يوسف عمرو زكي؟ فين ابنك؟ تعال يا يوسف، تعال يا ابني، تعال تعال يا ابني، تعال. ده يوسف بن عمرو زكي ايها المذيعة اللي قلت انه رميه في الشارع. تعال يا ابني. ازيك يا يوسف؟ شكل ابوك بالظبط كده. ويا عمرو انت رامي ابنك؟ حديث اتعمل مع الواد من حوالي 10 سنين. ده اختك دي؟ دي مين؟ هات اختك الاخرى. يلا. ده البنت عمرو زكي ما شاء الله، وده اخوك ده الاخر؟ ما حلقش شعره ليه؟ دول انتوا جايين مع ابوكوا ولا جايين مع الترماي؟ عرفت ايها المذيعه؟ كفايه بقى، ادي عمرو زكي ودول ولاده جايين معاه. نقفل الصفحه دي بقى عشان عيب. فلوق، اقفلوا الصفحه دي بقى عشان عيب، عشان اللي بيحصل في رمضان من برامج بس كم مره، حضن كم مره، خانق كم مره، هو ده رمضان؟ يخرب بيتكم، ملوش علاقه برمضان. شوفوا لي شهر تاني ما يسماش شهر عربي. ادي يوسف اخواته اهو جاي مع ابوه. وادي عمرو اهو زي الفل ما شاء الله. متشيك. عيب والله اللي بيحصل في البرامج دي، وعيب طبعا اللي بيحصل في المسلسلات. بس في مسلسلين الاختيار ثلاثه اللي تعبهم، ومسلسل الناس مش واخدين بالهم منه بتاع دول، بتاع امير كراره ومحمد ومحمود عبد المغني ومحمد عادل اللي بعت لنا الورق عشان نعمله عضويه في نادي الزمالك. عضو بقى في اي مكان يعجبكم خلاص، طمنت عليكم. اتفضلوا.